يعني الأستاذ طارق البكري، أهلا بك أستاذ طارق، منورنا ومشرفنا. أستاذ طارق، سأسألك عن الطريقة التي تفضل أنت بها أن تصل إلى جمهورك، الورق أم الكتاب الرقمي؟ لكن قبل ذلك، هل لديك انطباعات خاصة عن معرض القاهرة الدولي للكتاب؟ أولا يعني أنا أشكركم وأحييكم هذه الأمسية، وأحيي يعني جميع السادة الحضور، وأشكرك أخي الكريم محمد، وأشكر ضيفك الكريم من القاهرة. في الحقيقة يعني ما ذكره الأستاذ الفاضل من محنة النشر الورقي، طبعا يعني هذه أزمة عالمية أو ربما نقلة للقراءة الإلكترونية التي بدت مفضلة عند كثير من القراء، مدى أهمية القراءة الورقية، ورغم الصعاب التي تواجهها ما زلنا يعني نحافظ على الكتاب الورقي، وما زالت معارض الكتب العربية مستمرة، وتستطيع أن تستمر وتنهض بالكتاب العربي، لأن يعني الكلمة المقروءة بالكتاب تختلف طبعا عن طريقة الكتابة الإلكترونية، فلا يزال الكتاب يعني له الحب وله الحنين وله الرغبة الدائمة في الاطلاع على الأنواع الكثيرة. قل لي أستاذ طارق، أولا المؤلف من جيلك أنت، ما يزال يحب أن يرى كتابه مطبوعا بالحبر على الورق؟ طبعا يعني أنا أحرص دائما عندما يعني يذهب كتابي إلى المطبعة أن أكون يعني قرب هذا الكتاب، وأعشق رائحة الحبر، وأطرب من سماع الآلات اللي عندما تكون في حالة طباعة وضجيج وهذه الأمور، يعني هذه متعة كبيرة بالنسبة لي، وما زلت يعني منذ أكثر من يعني 20 سنة أحرص دائما على أن أسمع، خاصة يعني أن طبيعة عملي أنا صحفي وتخصص بالكتابة، يعني دائما ما أكون قريبين من المطبعة ومشارك